المحافظات الجنوبية. نعلن لكم اليوم إضرابنا الأول عن الطعام. وبالمقابل التجاهل المستمر للاستجابة لها. منذ البداية، منذ 3 سنوات ونحن نتقاضى نصف راتب، صبرنا، لم نتحدث كثيرا دعما للقيادة الفلسطينية لمواقفها تجاه الأسرى والأسرى المحررين. السيد الرئيس رفع شعار واضح، رواتب الأسرى خط أحمر، ونحن من هنا احترمنا هذا الموقف ودفعنا عنه بسبب تعنت الاحتلال، بسبب موقف المقاصة وخصومات المقاصة. لكن حين عادت المقاصة بالشكل الكامل قررنا أن ننزل لنطالب بحقوقنا التي هي ليست منا من أحد، بل هي حقوق منتزعة، ونطالب بعودتها كاملة. نحن نطالب باختصار وبالعدالة، نطالب بالمساواة التامة، نطالب بتطبيق القانون الفلسطيني، نطالب بإنصاف من حملوا هم الوطن في مرحلة ما على عاتقهم وأفنوا زهرات شبابهم، العمر يتمادى معهم. الإخوان المحررين أغلبهم كبار بالسن، في منهم لديهم أمراض خطيرة، الراتب نصف الراتب الذي يتقاضاه لا يكفي حتى شراء الدواء له أو الصرف على أبنائه في الجامعات وغيره. نطالب بالمساواة وضمان حياة كريمة لهم.